كهربا اخر معاد، تاو لوك جديد، وكوماندز الزمالك في النهائي، والكابتن الكبير طارق مصطفى في ضيافة الكلاسيكو الليلة. مساء الخير وحلقة جديدة من الكلاسيكو. عايزة ابتدي بالمشاهد اللي حضراتكم لسه شايفينها دلوقتي. امبارح انا كنت محظوظة جدا جدا لاني كنت في العالمين وبتابع مهرجان الدراما من هناك. ليلة كانت استثنائية الحقيقة، وعايزة اتكلم عن فكرة الشهر ونص من وقت ما بدأ تقريبا مهرجان العالمين في قوم، واللي حصل امبارح وليله امبارح اللي كانت الحقيقه في كوم تاني خالص خالص، وانطباع واحد بس خرجت بيه والله بجد من امبارح للنهارده، انطباع واحد بس بيقول تحيا مصر حقيقي، تحيا الجمهوريه الجديده، تحيا العالمين الجديده. فعلا اجواء كانت مميزه ومبهره وفعلا كان جو استثنائي، فعلا ان شاء الله ما يكونش استثنائي بعد كده. علشان كده عايز اوجه كل الشكر والتحية للشركة المتحدة، شكرا لكل القائمين على هذا المجهود الرائع، زمايلي اللي كانوا موجودين في كل حتة وكل شبر في المهرجان ده. ايادي مصرية هي اللي عملت المنشآت دي وهي اللي عملت المهرجان ده، نجوم مبهرين بيقفوا على اي مسرح وفي العالم، مش بس مسرح العالمين بتاع امبارح، بيقفوا على أي مسرح بيكون اليوم اللي وقفوا فيه والليلة اللي وقفوا فيها ليلة الترند بجد. كريم عبد العزيز، ماجد الكدواني، منى زكي حبيبتي، منى شلبي، جمهور رائع وجمهور كبير أبهرني والله العظيم امبارح، جمهور فعلا صنع الحدث ليه وشريك أساسي في المهرجان. أنا امبارح شفته على مسافة قريبة قوي قوي من الممثلين، يعني امبارح انا سامع بوداني والله يقول لك ايه الحق ده ماجد الكدواني دخل، ايه الحق منى زكي اهي، منى زكي اهو اهي. احنا ما كناش بنشوف ده، قريبين قوي على مسافه قريبه قوي ما بينهم وبين ممثلينا الكبار، كل واحد فيهم تاريخ وبيحكي عن نفسه. الاغنيه اللي اتعملت امبارح، لسه فاكره دلوقتي الاغنيه اللي اتعملت امبارح بمناسبه الليله الكبيره دي، أغنية في حتة تانية خالص، اللي ما سمعهاش والله لازم لازم تسمعوها، تفكركم بقى بأيام زمان والأيام الحلوة والليالي النوستالجيا الحلوة بجد. فمن نجاح لنجاح، شكرا شكرا لقناة دي أم سي اللي كانت بتنقل الحدث اكسكلوسيف على شاشتها. نجاح مبهر في أولى دورات مهرجان العالمين، دي ضربة البداية إن شاء الله زي ما قلت ما تكونش استثنائية وتكون كل سنة كده تقام في العالمين ويكونوا المصريين متابعين ده الحدث الأكبر في الوطن العربي. كملوا مشواركم وإن شاء الله مصر في حتة تانية بجد. الأسبوع اللي فات، الأسبوع ده يعني اللي فات ده، كان في احتفالية مهمة جدا جدا، احتفالية الموسم الذهبي في النادي الأهلي. احتفالية الحقيقة جميلة جدا ومميزة وتاريخية، لأنها بتتكلم عن أرقام في هذا الموسم كانت تاريخية، شيء كان رائع الحقيقة جدا من إدارة النادي الأهلي وبرئاسة الكابتن محمود الخطيب. لما قاموا بتكريم لعيبة الكورة والجهاز الفني وإنهم بيحتفلوا بالفوز الخامس أو بخمس بطولات في موسم واحد، ومش بس كده، انت كمان يعني يمكن الاحتفالية زي دي لما تيجي تتفرج عليها كده مش بس احتفالية بتكرم فيها لعيبة قامت بدور رائع وحققت انجازات تاريخية، ولكن بتتكلم كمان عن المردود الرائع اللي بيحصل ما بين الجمهور، جمهور النادي الاهلي والسوشيال ميديا اللي مبسوطة اللي لحد دلوقتي يمكن بتتكلم عن هذا الحدث. واعتقد يعني انا من وجهة نظري انه هذه الاحتفالية
لازم تتعمل باستمرار، يعني لازم أي بطل يعملها الحقيقة. نادي الأهلي لازم يعمل ده في الفترة اللي جاية، والتكريم ده ليه أهمية كبيرة أعتقد. يعني أنت بتدي باور لنفس اللعيبة دي للموسم اللي قرب خلاص، يعني ما فيش كام يوم، وفي نفس الوقت بتحفز لعيبتك أو اللعيبة الجديدة وبتخليهم يتفائلوا ويقاتلوا علشان يكونوا في نفس المكان مع زمايلهم على هذا المسرح الكبير، مسرح يعني اللي كان معمول في التتش في النادي الأهلي في الجزيرة، الاحتفالية الكبيرة والحدث الكبير الحقيقة. ده تحدي صعب جدا، تحدي النادي يمكن عنده بطولات كتير، بتتكلم في 7 أو 8 بطولات على الأقل، دوري وكاس وسوبر وكاس مصر من الموسم اللي فات، ودوري أبطال أفريقيا، ودوري السوبر الأفريقي المستحدث، وكمان كاس السوبر الأفريقي. فإن شاء الله نشوف أهلي مميز الموسم اللي جاي، أهلي كولر موجودة على منصات التتويج. أخيرا بقى عايزة أجي لقضية حلقتنا، يمكن مصر كلها عندها سؤال واحد بس، إيه اللي بيحصل في الزمالك وإزاي يخرج من كبوته؟ فالنهاردة الحقيقة عايزة أقول لكم إن أنا هفتح الموضوع ده، ملف الزمالك، مع ضيف تقيل جدا، واحد من رموز الكورة الزملكاوية المحترم جدا، كابتن طارق مصطفى. ولكن خلونا كده نروح سريعا لأهم وآخر الأخبار اللي انتشرت على مدار اليوم محليا وعالميا، ونرجع نقول لكم شوية أخبار حصرية. اتفضل. أعلن خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك عودة اللاعبين للتدريبات الجماعية استعدادا للموسم الجديد في الأول من سبتمبر المقبل، فيما يكثف الجهاز الفني محاولاته من أجل البحث عن مباريات ودية لتجهيز الفريق بعد الاتفاق على مواجهة السكة الحديد يوم 7 سبتمبر المقبل. عقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة خاصة مع خالد بيبو من أجل الترتيب لمعسكر الفريق المقرر إقامته في النمسا خلال الفترة من 28 أغسطس الجاري حتى 6 سبتمبر المقبل، والاتفاق على المباريات الودية التي سيخوضها الفريق الأحمر في هذا المعسكر. استقر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز على قائمة فريقه التي تضم 26 لاعبا والتي يخوض بها المعسكر المغلق في تركيا استعدادا للموسم الجديد. أكد نصر أبو الحسن رئيس النادي الإسماعيلي وجود محاولات قوية للعمل على إنهاء المديونيات التي تصل إلى 2 مليون دولار من أجل رفع الحظر على القيد عن الفريق قبل فترة الانتقالات الشتوية، فيما استأنف الفريق تدريباته مساء اليوم باستاد الإسماعيلية. أتم النادي المصري البورسعيدي تعاقده مع التونسي فخر الدين بن يوسف لمدة 2 موسم في صفقة انتقال حر، كما أدى الفريق ميرانه الصباحي اليوم في بورسعيد بمشاركة الصفقات الجديدة قبل التوجه إلى المغرب للدخول في معسكر إعداد مغلق استعدادا للموسم الجديد. حدد مجلس إدارة اتحاد الكرة يوم 2 المقبل موعدا للإعلان عن التشكيل الأول لأجهزة منتخبات الشباب والناشئين استعدادا للمرحلة المقبلة والمنافسات المنتظرة. كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن مواعيد مباريات كأس العالم للأندية 2023، حيث ستنطلق المباراة الأولى يوم 12 ديسمبر المقبل. أعلن نادي برشلونة الإسباني إتمام إجراءات تجديد عقد الحارس الدولي الألماني مارك أندريا ديرشتيجن حتى يونيو 2028. أول خبر معايا النهاردة عن النادي الأهلي خبر مهم وحصري، وهو أنه الأهلي خلاص جدد عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق لمدة 2 موسم، طبعا غير الموسم اللي فاضل في عقده، يعني كده بنتكلم في 3 مواسم بالنسبة لكولر مع النادي الأهلي، يعني مكمل لحد 26 هو وجهازه المعاون. راتب مستر كولر وجهازه المعاون اللي هو الجهاز الأجنبي حسب ما عرفنا من مصادرنا هيوصل ل 220 ألف يورو شهريا. كان لو تفتكروا قلنا لكم في حلقة قبل كده أنه كان 180 ألف يورو في العقد القديم، النهاردة وصل ل 220 ألف. مكملة معاكم برضو أخبارنا من النادي الأهلي، وأعتقد أنه خبر مهم ويهم الملايين من جمهور النادي الأهلي والزمالك بخصوص أزمة كهرباء. كهرباء والغرامة المفروضة عليه لصالح نادي الزمالك اللي كانت قيمتها 2,400,000 دولار. عرفنا من مصادرنا في الأهلي أنه كهرباء خلاص بعت للفيفا بيستفسر عن إمكانية
انه يرحل الغرامه دي او ياجلها، خلينا نقول ويسدها بعد يوم 7 اكتوبر اللي جاي. المفاجاه هنا بتقول ايه بقى؟ المفاجاه قالت لنا ان كهربا والمحامي الخاص بيه جات لهم اخبار انهم ما ياجلوش الغرامه بعد يوم 7، يعني ادفع مش هيعرفوا ياجلوها اساسا. علشان كده كهربا بدا ان هو يجهز المبلغ علشان يدفعه لمسؤولي الزمالك، شفناه في اعلانين اعتقد، خلاص بقى نجم اعلانات يعني بيجمع بقى الغرامه بتاعته مبلغ كبير جدا، وان كان في برضه لسه في محاولات علشان يتم تاجيل الغرامه، بس اعتقد يعني انه الموضوع ده مش هيتم يعني، والغرامه هتدفع اعتقد في ميعادها برضه. موضوع تاني نتكلم فيه بقالنا كام حلقه كده، وهو خبر يخص القندوسي اللي مصمم على بقائه في النادي الاهلي. ويا جماعه بصراحه يعني فكره بقائه من عدمها فكره عامله صداع جامد جدا للنادي الاهلي. القندوسي مش عايز يمشي ولا حتى على سبيل الاعاره، يعني ده اللي احنا عرفناه، متمسك بالبقاء مع النادي الاهلي. نادي الاهلي زي ما عرفنا وقلنا لكم قبل كده عايز يطلعه اعاره علشان يعرف يتعاقد مع المهاجم الاجنبي، ده الكلام اللي قلناه لكم الاسبوع اللي فات. لكن ايه الجديد؟ الجديد دلوقتي انه النادي الاهلي عرض على القندوسي انه يروح تحديدا سيراميكا كليوباترا لمده ست او سنه، سنه يعني بتتكلم في سنه اعاره علشان يلعب بشكل مستمر ويظهر بشكل افضل ليه واساسي ويرجع تاني. المفاجأة برضو قالت لنا إن القندوسي كمان حتى فكرة الإعارة دي رافضها، يكمل مع النادي الأهلي، خدوا بالكم يكمل مع النادي الأهلي يا يمشي بشكل نهائي خالص، يعني لا فيها إعارة ولا يعني ولا أي حاجة، هكمل يعني مش عايزين يمشوني. فأنا يعني أعتقد إن هي هتخلص على إن هو يعني ما أعرفش طبعًا يمشي نهائي، دي يعني هياخد عقده بالكامل لأربع سنين، تتكلم في الموسم الواحد القندوسي بياخد تقريبًا 800,000، اقعد احسبها بقى. فاللاعب دلوقتي بيفكر ويشوف إيه العروض المناسبة ليه والمتاحة علشان يحسم موضوع رحيله من عدم. الأهلي برضو في أزمة كبيرة. الأزمة دي متعلقة بعمار حمدي. فين عمار؟ أزمة متعلقة بعمار حمدي اللي راح سيراميكا على سبيل الإعارة، ومش بس كده عايز ينزل معهم التمرين ووقع العقود وعمل الكشف الطبي وعمل كل حاجة، مرة واحدة عمار مش عايز يكمل في سيراميكا. ليه؟ عمار انقطع عن التدريبات وعايز يفسخ الإعارة كمان، وكلم النادي الأهلي علشان يساعده ويفسخ الإعارة معاهم. اللي عرفناه انه النادي الاهلي اتكلم مع سيراميكا، ولكن في تعنت او عند بالبلدي كده مش عايز يسيب سيراميكا، مش عايز يسيب عمار. وعرفنا انه عمار عايز يروح المقاولين العرب بعد ما كلمه تحديدا الكابتن شوقي غريب وقال له كده، قال له انت هتكون من العناصر الاساسيه اللي هتشارك معايا طول الموسم اللي جاي، واقنعه بالفكره دي. وده محتاج بقى يعني في الفترة اللي جاية انه يلعب كتير، واعتقد انه اي لاعب محتاج انه يتشاف ومحتاج انه يلعب ما يقعدش. فاللاعب بالفعل وافق واقتنع، وده يمكن اللي خلاه يغير موقفه وعايز يمشي من سيراميكا النهاردة قبل بكرة. نروح لخبر تاني يخص الرقم 10. رقم تقيل قوي ولو باع على مدار التاريخ في النادي الأهلي، ودايما بيحط صاحبه تحت ضغوط وبيكون مطلوب منه أنه يبذل مجهود كبير عشان يكون قد التيشيرت على الأقل ويدخل التاريخ، طبعا تاريخ العظماء اللي لبسوا الرقم ده في الأهلي. وأنا هنا يعني بتكلم عن تاو، بيرسي تاو. بيرسي اختار رقم 10، أول أفريقي يلبس رقم 10، أول أجنبي في تاريخ النادي الأهلي يلبس الرقم ده. وخلي بالك يمكن علشان الرقم ده بيدخل صاحبه التاريخ زي ما احنا قلنا في الأهلي، فلازم يعني تقدم في الفترة اللي جاية أقصى مجهود علشان تنجح وبالرقم التاريخي ده. فطبعا كان في كلام ما بينه وما بين عبد القادر، ولكن هنا إمام عاشور، لكن الموضوع بيحسب بالأقدمية، فأعتقد يعني الأقدمية كانت لصالح تاو. من شوية بقى نروح لنادي الزمالك وخبر مفرح لجماهيره، فاز فريق كرة اليد في النادي الزمالك على مدر السعودي بنتيجة 29-24.
وعشرين في مباراة تألق فيها الحقيقة كريم هنداوي. الزمالك بالنتيجة دي وبالفوز ده هيواجه فريق الكويت الكويتي يوم الحد في نهائي البطولة العربية، البطولة الكبيرة دي، والفايز هنا هيتأهل في أنه يشارك في كأس العالم للأندية سوبر جلوب 2023. فبنتمنى كل التوفيق لنادي الزمالك إن شاء الله في هذه البطولة ويحصل عليها بإذن الله ويفرح جماهيره. خلصت أخبارنا، بعد الفاصل حوار موسع مع نجم كبير كابتن طارق مصطفى. خليكم مع الكلاسيكو. ضيف الكلاسيكو الليله لاعب كبير ورمز من رموز الزمالك في التسعينات ومطلع الالفيه ومدرب منتخب مصر السابق ومشرفنا في المغرب الحقيقه مع فريق اولمبيك اسفي وحصل معاه على المركز الرابع الموسم اللي فات، واعتقد انه مستني حاجه كبيره جدا جدا هناك او يمكن يعني يفضل البقاء في مصر. كابتن طارق مصطفى اللي برحب بيك ومشرفني في الكلاسيكو النهارده. أنا اللي سعيد إن أنا موجود معاك يا سهام، وبقول لك ألف مبروك. أشكرك. وبشكرك على الاستضافة دي، وبشكر كل الإعداد والإخراج وكل الموجودين. هي اتأخرت شوية بس غصب عني، ولكن أنا والله يعني متابعك، وأنت عارفة كان في كلام ما بيننا فترة كبيرة جدا. صحيح. وأنا دايما أنت وجودك على الشاشة بصراحة يخلي أي حد يتفرج عليك ويتابعك. شكرا. لأنك أنت مجتهدة، وبالتوفيق إن شاء الله في الفترة اللي جاية. ميرسي، شكرا ليك. في تقرير بمناسبة الزمالك والقادم بالنسبة للزمالك وإزاي هينتفض الزمالك في الفترة اللي جاية، هنعرف ده مع كابتن طارق بس بعد ما نشوف التقرير ده معك ومع الجمهور. تفضل. كيف ينتفض الزمالك هو سؤال الساعة الآن. الجميع ينتظر عصرا وزمنا جديدا مع اللجنة الثلاثية ينهي فيها كل المشكلات من سداد الغرامات الدولية ورفع إيقاف الفيفا وسداد مستحقات لاعب الفريق المتأخرة وتأمين بقاء زيزو وتجديد عقد أحمد فتوح والإبقاء على خوان أوسوريو المدير الفني، وأيضا إعادة الثقة في علاقة النادي مع الجماهير. مهمة صعبة بكل تأكيد، ولكنها واردة بقوة كما حدث في الماضي في النصف الثاني من التسعينيات. خسر فريق الأحلام بطولتي الدوري والكأس، ورحل مجلس الإدارة برئاسة المستشار جلال إبراهيم، وظهر جيلا مميزا من اللاعبين الصاعدين مع صفقات قوية أبرزها نجم حلقة الليلة طارق مصطفى. طارق وبيحطها يا سلام يا طارق، يا سلام يا طارق يا ابني. نجحوا في صناعة المجد سريعا، وفازوا من أول موسم بدوري أبطال إفريقيا عام 1996. مبروك لمصر، مبروك لنادي الزمالك، مبروك لنادي الزمالك. وكأس السوبر الإفريقي عام 1997. يستحوذ نادي الزمالك على كأس السوبر بعد ما استحوذ على بطولة الأندية الإفريقية أبطال الدوري الثانية والثلاثون. وعاد الزمالك بقوة لمنصات التتويج بجيل مميز من اللاعبين الكبار والشباب أمثال أحمد الكاس وأيمن منصور وطارق مصطفى ومحمد صبري وإسماعيل يوسف ومدحت عبد الهادي ومعتمد جمال. واليوم تترقب الجماهير الزملكاوية الإجابة المثالية على السؤال الصعب، كيف ينتفض الزمالك بعد موسم خسر خلاله كل البطولات؟ أهم حاجة عشان الزمالك يرجع، أهم حاجة الإدارة.
انا كاهلاوي انا بتمنى يكون الزمالك يرجع عشان ينافس في الدوري. انا شايف ان هو لازم يجيب اداره كويسه يخلي الزمالك يرجع احسن. اهم حاجه دايما التشكيل الكويس، اهم حاجه يكون التدريبات كويسه، اهم حاجه الاداره تكون كويسه. لما يكون في منظومه اداريه، منظومه فنيه، منظومه ماليه عشان تقدر تدعم الفريق. ان شاء الله هيرجع، بس لما يكون في اداره كويسه، اداره تحكم واداره تمسك الفريق والصفقات والناحيه من كل النواحي. اتمنى ان شاء الله من المسؤولين باذن الله ان هم يبقى في ضخ اموال بحيث ان النادي يقف على حيله تاني ويقدر يجيب انديه ويجيب لعيبه كبار ويبقى في تنافس زي زمان بين الاهلي والزمالك. والسؤال وبطريقته المباشرة اللي اتطرحت في التقرير، كيف ينتفض الزمالك؟ كابتن طارق برحب بحضرتك مرة تانية. عايزك تجاوبني على السؤال، امتى الزمالك هيقوم تاني؟ لا بصي، هو الزمالك يقوم تاني يرجع يعني تاني كزمالك نادي البطولات النادي الكبير. أول حاجة بجمهوره، دايما الجمهور الكبير بيبقى ليه دور كبير جدا. جمهور الزمالك بصراحة مش مصر، على مدار السنين اللي فاتت جمهور الزمالك متواجد صحيح، ولكن دايما بيبقى فيه مشكله. هي المشكله دايما ما بتبقاش مشكله واحده بصراحه، يعني حطي تحت كلمه العدل دي 100 خط. حطي تحت كلمه العدل دي 100 خط واي فرقه كوره. العدل طبعا طبعا طبعا. وانت بتحطي بمعنى ايه العدل؟ العدل في كل حاجه، العدل في لعيبه ان تيجي، لعيبه ان تمشي، عدل في المبالغ اللي بتتواجد، عدل على مستوى الناشئين، كل حاجه، كل حاجه داخل بس النادي. بس كلمه كبيره يا كابتن، يعني طبعاً ما هي خلي مفهومها بالك. كبير. خلي بالك، اصل بصي، طول ما فيش عدل في المنظومه، اعرف ان فيها هيبقى في اخفاق، دي رقم واحد. واي فرقه كوره او اي نادي عايز ينجح لابد من المثلث اللي انا دايما بقول عليه لما بروح اشتغل في اي مكان. المثلث ده على راسه مجلس الاداره، اللاعبين، الجهاز الفني. بمسانده طبعا جمهور كبير، لو انت عندك جمهور، نادي عنده جمهور، ودي موجوده طبعا أكيد. في الانديه الكبيره خاصه الزمالك والاهلي الرجاء والوداد الترجي، كل الانديه الكبيره اللي موجوده. فبالتالي لو وقع ضلع من المثلث ده، المثلث كله وقع، ونادي الزمالك بقى. ايه الضلع اللي وقع كابتن في الزمالك دلوقتي؟ انا من وجهه نظري الشخصيه الثلاثه ما كانش فيه الا الجمهور الساند الرئيسي لهذا الضلع. لان زي ما بقول لك، ضلع واحد وقع المثلث. عارفه المثلث ده اللي هو لو ضلع واحد وقع منه خلاص مثلث كله. طب هو كان الجمهور هيعمل ايه اكتر من اللي عمله؟ وكان بيساند لحد اخر وقت، يعني ما انا قلت لك الجمهور هينزل يلعب. لا ما انا قلت لك الجمهور الوحيد اللي كان مساند، قلت لك الجمهور الوحيد اللي كان موجود في كل الاخفاقات اللي بتحصل. تمام، الجمهور الوحيد اللي موجود وشايف ان في جهاز بيمشي يومين وجهاز بيجي يومين. حضرتك قلت ده الضلع اللي وقع صح؟ لا قلت لك الجمهور الوحيد الضلع اللي ثابت اللي ورا الزمالك في قلبا وقالبا في كل مكان. حلو ده. في الاخفاقات وفي كل حاجه. اشرح لي بقى يعني ايه العدل؟ العدل يعني انت بتتكلم عن ظلم. العدل طبعا ظلم طبعاً حصل طبعاً الموسم اللي فات ده تحديدا، ولا انت بتتكلم بشكل عام؟ لا انا بتكلم بشكل عام. اولا ما ينفعش لما كان موجود مستر فيليا. ده كان موجود مدير فني كبير وليه اسم كبير. بس وصل لمرحله ان هو ما بقاش الشخصيه اللي كانت موجوده في 2014 هي اللي موجوده دلوقتي. بدليل ان هو تواجد فتره من الفترات، اشتغل، امكانيات اللعيبه ما كانتش موجوده بشكل كويس، في لعيبه مشيت ولعيبه متواجده، ولكن هو ما كانتش الشخصيه القويه اللي كانت في 2014، اللي كان مانع اي حد يخش الملعب، اللي كان مانع اي حد يتكلم، اللي كان معاه جهاز قوي جدا قوي جدا، ودي حط تحتيها 100 خط. فبالتالي ما كانش هو اللي موجود الفتره اللي فاتت. لما يمشي اسبوع ويجي بعديها باربع خمس ايام ويرجع تاني يدرب، لا مش الشخصيه دي. بس قبلها كان محقق دوري وكاس. قبلها، ما انا بقول لك قبلها كان قبلها ما عنديش مشكله، ما انا بقول لك قبلها كان موجود السنة اللي فاتت وكان بالناشئين بالظبط. وكان بالناشئين، ولكن فين؟ في الفتره الاخيره. وكان موجود معاه مين في البدايه؟ كان موجود لعيبه كبار. كان موجود نص ملعب كبير جدا، كان موجود سياسي، كان موجود طارق حامد، كان موجود اشرف بن شرقي، كان موجود لعيبه عندها حلول، كان لعيبه بتعمل الفرق. دايما المدرب بيحط الاساس، ولكن لما يكون في لعيبه في قماشه كويسه بتعمل لك الحلول، عندها حلول بتعمل لك الفرق. انما الفتره الاخيره بس كمل الدوري وخدوا الناشئين فرارة كابتن. ايوه ما انا بقول لك، انا بقول لك انا ما عنديش مشكله. هو كمل الدوري لان بدا بمين؟ بدا باللعيبه اللي كان عندها قوام الاساس اللي كان موجود. انما بعد كده حصل لعيبه جت ولعيبه مشيت، وحصل اخفاقات كتيره جدا، وحصل جهاز مشي وجهاز جه، حصل مشاكل كتير في وقت قليل
خلى نادي الزمالك يبعد بشكل يعني كبير. يعني اقالته كان قرار صحيح من وجهه نظرك؟ اقالته؟ لما مشي اخر حاجه بقى خالص. لما مشي حاجه خالص ده كان قرار صحيح، بس كان من بدري. وهو كان لازم ما يرجعش تاني. هو مشي قعد خمس ست ايام وبعدين قعد وبعدين رجع على الدكه قعد وبعدين لا مش انت مش التاريخ والشخصيه والكاريزما وان انت ليك رصيد كبير عند جمهور نادي الزمالك، رجوعك انا ما عجبنيش. انت كان لازم انت اللي تاخد القرار وتقول شكرا مع السلامه، بصرف النظر عن الشرط الجزائي ليك او عليك، انت مش محتاجها يعني. حتى لو انت محتاجها وعايزها تاخدها من الفيفا ما عنديش مشكله. بس انت في الفتره الاخيره خليت الناس هي اللي تقول لك لا، مع ان انت قبل ما تيجي كل الجمهور وكل الناس كانت حابه رجوعك وحابه ان انت تبقى موجودين. دوري على الشخصيه، فقدت الشخصيه لو شخصيتك القويه، لو فقدتيها فقدت كل حاجه. فقدتها ولا كنت خلاص بقى اللي هو تحصيل حاصل وانا راجع على اساس ان انا يعني هاخد مستحقاتي هرجع امشي تاني، فاللي هو ما كانش في دماغه قوي فكره انه يوصل الفريق لحاجه. المستحقات بالنسبه له هو كانت من رابع المستحيلات. عارفه ليه؟ لان لما تحط المستحقات الماديه كده وتحط حب الجمهور كده، لا الموضوع مختلف. موضوع مختلف. بس لا. ده اجنبي ما يفرقش معاه فكره الجمهور قوي يعني. انا مصري وكنت في اسفي وعندي مستحقات كتير جدا، ولا اشتكيت فيفا ولا اشتكيت حد ورجعت وما فيش مشكله، وعندي مستحقات كتير جدا. لو قلتها كتير جدا هناك فمع اولمبيك ومع ذلك حب الجمهور حب الجمهور هناك لطارق مصطفى وجمهور اولمبيك اسفي خلاني ان انا ما اعملش حاجه زي كده خالص. مش موضوع اجنبي وموضوع وموضوع مصر. موضوع ان الشخصيه دايما دايما انت انا 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 كمدرب يعني انا الحمد لله اشتغلت مع مدربين كتير قوي 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 ومدربين اجانب ومدربين مصريين كتير قوي ومنهم الكابتن حسن شحاته كابتن محمود الجره الله يرحمه كل المدربين مش عايز انا لو قلت مدربين الحلقه تخلص لان انا كنت دايما انا يعني المدرب الذكي اللي بياخد من كل مدرب حتى لو هو ما بيلعبش او حتى ياخد منه الميزه اللي موجوده عنده وهو يطور من نفسه بقى. فانا بدي مثل دايما بالكابتن الجوهري لانه كان في اربع خمس ست حاجات ازاي اللعيبه كلها تحبه وتحترمه في نفس الوقت وتخاف منه في نفس الوقت. دي معادله صعبه جدا. ازاي تبقى شخصيتك قويه؟ ازاي يبقى عندك قرار؟ حضرتك كنت بتتكلم عن الصوره دي اعتقد، مش الصوره دي، عن المشهد ده. طبعا هو لما كان قاعد مش حاطط في دماغه واللي واقف اسامه نبيه كان هو المدير الفني. ما هو كان اسامه المدير الفني بس انا ما عجبنيش. لا فريرا ورا فريرا ايوه بس قاعد مش هو المدير الفني، مش هو اللي بيقود مش هو اللي بيغير، مش هو اللي بيقول المحاضره. الخمس ايام دول لو تفتكري الخمس ايام دول اللي مشي فيهم امام عاشور. طب دي فتره وانتهت وجه اوسوريو وكمل باللعيبه وكان يعني عليه شويه حاجات كتيره جدا، بداية بقى من طريقة لعبه، الطريقة اللي بيلعب بيها، فكرة توزيع اللعيبة في الملعب، التوزيع اللي احنا ما كناش فاهمينه الحقيقة للجمهور ولا اللعيبة ذات نفسهم فاهمينه. قيمت فترة أوسوريو ازاي؟ لم يخفق أوسوريو يعني ما لا هقول لك يعني حاجة ولا ما خدش فرصته؟ لا هقول لك حاجة هقول لك حاجة خلينا نتفق ان هو محتاج بعض اللعيبة تحديدا كمان لعيبة في نص الملعب كواليتي يبقى مختلف شوية، لعيبة كورة تقدر تستحوذ وتلعب لقدام. لا في مصر انا مش هقول زي مين في مصر ولكن نوعيه اللعيبه انا بتكلم عن نوعيه اللعيبه، اللعيب اللي يقدر عنده حلول كنتروله حلو على الكوره بيقدر يزيد ويعمل حلقه الوصل ما بين نص الملعب وخط الهجوم. محتاج مساك مدافع يبدا الكوره من تحت وتطلع سليمه. محتاج لعيب عنده رؤيه في نص الملعب يلعب 10 يربط بين الخطوط. مش محتاج فرويد؟ مش انا من وجهه نظري الشخصيه هو مش محتاج فيرود. والله؟ لا 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 مش محتاج فيرود. هو عنده اثنين فيرودين يعني من احسن الفراوده اللي موجوده في مصر. يعني الجزيري يشيل الموسم كله؟ لا انت عندك ناصر منسي. بس هو مش مقتنع بناصر منسي. ومع ذلك كمان هو مشكلته فين بقى؟ مشكلته في حاجتين. الحاجه الاولانيه هي طريقه اللعب اللي بيلعب بيها، اولا طريقه مش جديده. هي جديده على الدوري المصري؟ لا مش جديده. الطريقه دي لعب بيها كابتن حسن شحاته في 2006 و8 و10، الطريقه دي لعبت كابتن شوقي غريب في افريقيا، الطريقه دي لعب الناس لعبت بثلاثه. الطريقه دي كابتن جوهري كابتن جوهري احنا لعبنا بيها نهائي كاس امم افريقيا وكل البطوله بتاعت امم افريقيا 98 كان بيلعب ياسر رضوان كان بيلعب نادي السيد. العالم كله دلوقتي اعتقد العالم كله بيها. العالم كله بس هي تختلف. بس هي تناسب لعيبه نادي الزمالك؟ لا ما انا هقول لك اهو هي انا قلت لك من شويه هي محتاج لعيبه نص ملعب يعرفوا يستحوذوا عشان ما يبقاش فيه مشاكل. دايما الاستكوره معاكي دايما، وفي فرق بتلعبها بباكين وفي فرق بتلعبها بونجين. ايوه جارديولا في مانشستر سيتي دايما بيلعبها بونجين. دايما بيلعبها باتنين وينجين مش باتنين باكين. فانت حسب الفرقه اللي هتلعبيها حسب بتاعها، ولكن هي كل ده مش مشكله. هو مدرب مجتهد ومدرب بيشتغل
هي المشكلة عنده، لا عنده بقى رؤية المشهد اللي حضرتك بتقول عليها دي، لما بتقول عايز لعيب يقرأ الملعب ويعمل سكان للملعب. أسوريو بقى كمدرب فني النادي الزمالك عنده الرؤية دي، يعني بيعرف يقرأ الملعب كويس. هي دي بقى، هي دي أنا من وجهة نظري الشخصية دي أكبر مشكلة بتواجهه. طب ما هي دي المشكلة الرئيسية. تغييراته أنا ما عنديش مشكلة، تغييراته أنا مع عشان كده بقول لك ما هي دي هو المشكلة اللي بتخسر. أنا لسه بقول لك إيه، ما أنا لسه بقول لك إيه، هو مدرب مجتهد بيشتغل بيتعب، محتاج عشان تدي له فرصة محتاج 6-7 لاعبين في أماكن معينة. حاجتين أنا قلت لك أنا ما يعجبونيش، رقم واحد والناحية الفنية في الملعب، تغييراته عليه علامة استفهام بالنسبة لي بصراحة. تغييراته وبانت كتير في اوقات كتيره في مباراه النادي الاهلي. بانت بشكل كبير جدا. طريقه اللعب اللي كان بيلعب بيها، لعب ما لعبش بثلاثه بقى ورا، لعب 4-3-3، بس هو حط الثلاثه بتوع نص الملعب اللي موجودين، هو حط فتوح نمره 6 وحط نضاي وحط زيزو، الثلاثه بتوع نص الملعب. هو انا بقول وجهه نظر، انا دايما لما باجي اشتغل بشوف فكر المدرب، بشوف اتفرجت عليه قبل كده واشوف هيعمل ايه. فقلت انا وجهه نظري هو لعب بالثلاثه دول حسبها غلط. اولا هو قال ان النادي الاهلي حمدي فتحي مش موجود، مشي، سلية مصاب، مروان عطيه في اليوم ده ابوه توفى بقى الله يرحمه، فما عندوش الا ديانج، وديانج مش من اللعيبه اللي بتقطع الكوره، مش اللي تقطعها وتجيبها تلعبها، لا ده ديانج بيلعب كوره. فبالتالي هو حط ثلاثه، قال لك نص ملعب يلعب ديانج وفخري. قال لك مش هيبقى عندهم حد بيدافع، مش عندهم فخري او ديانج، ما عندهمش حد بيدافع في نص الملعب. فانا عندي ثلاثه بيعرفوا يهاجموا، فهاجم النادي الاهلي، خاصه ان هو كان كسبان الماتش اللي قبليها لو تفتكري تقريبا 5 او حاجه، كان كسبان تقريبا المقاولين او حاجه كده. فهو ما عملش حساب النادي الاهلي قوي، هو عمل حساب هو نفسه، مش عارفش ان هو بيلعب نادي كبير ونادي الاهلي ولازم احترمه ولازم ولازم ولازم. هو انا وجهه نظري ان هو فكر كده، التفكير ده لما جه في البطوله العربيه حصل نفس الاخطاء. صحيح، نفس الاخطاء. تغييرات غريبه جدا، ماتش النصر السعودي خسرته، نزلت النصر. سكر دخلت فتوح جوه، ملوش، طلعت عمر وسيسي هم افضل اثنين كانوا موجودين في نص الملعب، يعني عمل حاجات ما انا وجهه نظر انا الشخصيه هو عنده مشكله في الجزئيه دي. عنده مشكله في الجزئيه دي، تحلها ازاي؟ دي تحلها من وجهه نظر الشخصيه، لان دي ليها عوامل كتير مساعده. لازم دور المساعد مهم جدا، ان لازم لسه كنت اسالك عن الجهاز المعاون المساعد دوره كان فين؟ ما هو ممكن يقول، بس هو في الاول والاخر المدير الفني اللي بيقرر. يعني انا كنت مع باكيتا فتره من الفترات، كنت مع باكيتا وجيت في هنلاعب الكابتن طلعت يوسف، والكابتن طلعت يوسف معروف بان دفاعي كبير جدا وانا بحبه جدا، بس معروف ان الكابتن طلعت بيدافع بشكل كبير جدا. صحيح. وكان هو الكابتن طلعت تقريبا ماسك تقريبا بتروجيتي تقريبا، وكان الماتش تقريبا سوري. فباكيتا عايز يلعب بابراهيم صلاح وطارق حامد ومعروف يوسف، ثلاثه مدافعين. فانا مع نفسي رحت له كلمته وطلعت له بالليل في الاوضه وخبطت عليه وصحيته من النوم. والله كان معايا شيشيني، قلت له ايه؟ قلت له الطريقه اللي هنلعب بيها حضرتك فكر فيها، لان لازم على الاقل واحد من الثلاثه دول ما يكونش موجود. مش هقول لك الاثنين، هو المفروض الاثنين، لان احنا الزمالك عايزين نلعب وعايزين نكسب وعايزين نجي. لا للاسف. فانا قال لا انا قرار انا بتاعي وانا عارف هعمل ايه وبتاع. قلت له ماشي. احنا الماتش ده تقريبا اتعادلنا او اتغلبنا. انا بقى انا بعد الماتش ده انا قلت الشهر مختار شكرا السلام عليكم ومشيت. مشيت بعدها باسبوعين تقريبا اقاله الجهاز كله. انا قابلته في المغرب، باكيت قابلته في المغرب من حوالي شهرين ثلاثه. هو كان ماسك فرقه اجادير، كنت بلعبه على ملعبه. كنت سمعت كلامي، كنت بلعبه على ملعبه. والله كنت بلعبه على ملعبه. هو مدرب، فكرته بالموقف، فكرته طبعا بالموقف. قال لك ايه؟ لان هو عاده المدرب الاجنبي ما بيسمعش خالص. هو قال لي انت لما مشيت، قال لي انت لما مشيت، قال لي انت لما مشيت، قال لي انت لما مشيت انا حسيت ان انا همشي بعدك، لان حسيت ان الامور مش طبيعيه. قلت له انا قلت لك 1-2-3. هو المدرب لما بيكون مدرب، المدرب الذكي يعني اللي ليه عينين، ممكن ليه 4-6-8، لان جهازك اللي معاك صح، بس عينك. لازم يكون في ثقه. صح. لازم يكون في ثقه. ولازم في الاول والاخر القرار بتاعك انت. يعني انت في قرارات بتتاخد في لحظه، ما ينفعش يعني، فاهم؟ هو برضو حته القرارات دي، هو جه برضو في ماتش من الماتشات طلع في المؤتمر الصحفي وقال ان الجهاز بيقول لي لاعب فلان، ده ما ينفعش يتقال كده. ده في الاوضه المغلقه بينك وبينهم، ما ينفعش تطلع على الهواء وتقول ده الجهاز قال لي كذا ونزل كذا وانا لا لا، الكلام ده ما يتقالش. فهو عنده الجزئيتين دول انا بصراحه ما مش عاجبني. زيزو
واعتقد لما تابعنا التقرير قال لك الحل في الاداره والفلوس. زيزو لو اتباع هيحل مشاكل الزمالك الماليه؟ طبعا. بصي خلينا نتفق مع بيع ولا ضده الاول؟ اعرف بس اجابه. لا مع بيع زيزو ولا ضد الفكره؟ مش مع بيعه دلوقتي. كنت مع بيعه قبل كده. ليه بقى؟ هقول لك ليه. لان زيزو انا من وجهه نظري احسن لعيب في مصر. احسن لعيب في مصر. بس دلوقتي فين رجال الاعمال بتوع الزمالك؟ فينهم؟ فين الناس؟ فين محبين نادي الزمالك؟ فين الناس؟ لا معلش دلوقتي سهل جدا انك تجيب فلوس، ونادي الزمالك نادي كبير، نادي وجوده نفسه يجيب فلوس، الاسم نفسه والشعار يجيب فلوس. بس لما اجيب فلوس احطها في المكان الصح. انا معلش زيزو، فتوح، شيكابالا، طب ما احنا يا كابتن الونش، كل اللعيبه الكبار، كل اللعيبه ما ينفعش اجي يا سهام اقول ده 10 وده 8 وده 15 ودي ده وما اديش ده ومعنى. لا في الانديه الكبيره لا، لازم في 7-8 هم القوام، هم لعيبه المنتخب، هم اللي بياخدوا بطولات، دولت فئه اولى، دول كذا خلاص. الفئه الثانيه الناس اللي هي بتيجي من بره، بتيجي من انديه ثانيه، الفئه الثالثه اللي هم الناشئين. ولازم تبقى في لائحه، وفي عشان كده انا قلت لك ايه العدل في البدايه، ودي من ضمن الحاجات اللي لازم 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 تتعمل. ما يبقاش انا بس اكلم فلان ده انا هديك كذا وادي ده وما اديش ده، هي دي الحاجات اللي يعني بتتكلم عن فكره الظلم والعدل. طبعًا طبعًا من الداخل مش طبعًا من الخارج. طبعًا صح طبعًا. خلي بالك الخارج ده النادي الزمالك مظلوم فيه من فتره كبيره بصراحه. دي بصراحة قضيه تانية. لا لا يسعنا هذه الحلقه بالظبط. ما انا بقول لك يعني ما انا بقول لك حقيقه يعني والله يعني نادي الزمالك ده كبير لازم الناس تقف معاه. يعني انا مش عايز اخد في تفاصيل كتيره، بس دايما وانا متابع وانا مشايف حتى وانا بعيد لا بشوف حاجات مش هي. عشان كده دايما انا بدي امثله كبيره بالدوري المغربي. لان هم راحوا في حته تانية، راحوا في حته تانية خالص، ومنتخبهم كمان مش منتخبهم الاول. بس ده كل المنتخبات، انت بتتكلم على منتخب 17 مع هشام الدميعي، بتتكلم على منتخب بتاع 23 اللي كسبونا في النهائي، بتتكلم على منتخب النسائي اللي هو في كاس العالم دلوقتي بقى في حته تانية. منتخب النسائي بقى دلوقتي الاول عربيا، تخيلي هم الموضوع اختلف تقريبا 54 عالميا. عملوا ماتشات كويسه في كاس العالم من حوالي اسبوعين. بس حضرتك مش مع فكره بيع زيزو دلوقتي في الفتره دي؟ ده اللي انا فهمت دلوقتي. خلاص الكل ما كانش بيساعد. الكل كان فيه خصومات كبيره جدا. الكل كان عنده مشاكل مع بعض. ولكن دلوقتي بس فلوسه تحل مشاكل كبيره جدا في نادي الزمالك يا كابتن. 10 مليون لو بنتكلم بس احنا عندنا، او 8 كمان. بس احنا عندنا 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 ناس الرقم ده بالنسبه لها، لا عندنا ناس كتيره تقدر تدفع الرقم دوت. ما هي الناس دي مش هتيجي غير لما يكون في اداره منتخبه من قبل الجمعيه العموميه. لا مش شرط. مش شرط. بص بص مش شرط انا اكون لازم اكون موجود جوه النادي عشان اخدم النادي. مش شرط. انا ممكن انا كطارق مثلا بخدم النادي مثلا، اقول على اطمن ان في اداره على الاقل منتخبه صح؟ مش لا مش شرط. مش لجنه ثلاثيه. مش شرط. النادي الاهلي، النادي الاهلي النادي الاهلي، خلينا ندي مثل بالنادي الاهلي، نادي كبير، ناس كتير جدا بتدي النادي الاهلي وموجوده ولغايه دلوقتي وبنشوفها وهي مش موجوده. طب يا كابتن ده مش موجود على ارض الواقع، هتعملوا ايه؟ هنعمل ايه يعني لا دلوقتي؟ مش موجود ازاي؟ ان محدش هيدفع، ان محدش يعني لحد دلوقتي محدش دفع ولا حد تطوع. لا خلاص يبقى هو زيزو الحل. انا كلمتك قلت لك زيزو قبل. انما دلوقتي بعد مجلس الاداره اللي هو مش موجود دلوقتي، ومجلس اداره المفروض وفي انتخابات جديده. لا ما هو انت دلوقتي لو مش حدش هيعمل كده لا الحل في بيع زيزو. لان المبلغ اللي هيدفع لزيزو، المبلغ اللي هيدفع لزيزو مبلغ يحل حاجات كتيره جدا. اولا انت عندك رقم واحد، رقم واحد، رقم واحد. لازم تتعمل. انت بتتكلمي على الفريق الاول، الناس باصه الفريق الاول. ولكن لا الزمالك محتاج نادي 6 اكتوبر يتفتح. مش فرع مش اكتوبر مش فرع اكتوبر. مش بس لا ده لازم اول حاجه تتعمل، لان هنا الدخل بقى هيخش بشكل مختلف. يعني الفكر لازم يبقى مختلف، والناشئين هيروحوا على ملاعب تانية. فالملاعب التانية، لان ملاعب نادي الزمالك اللي موجوده دلوقتي لا تصلح، انا بكلمك بامانه لا تصلح. لا تصلح. فبالتالي اللعيبه هتتمرن بشكل كويس، اللعيب هيظهر امكانياته، في مدربين لازم. نادي الزمالك عنده مدربين كتير جدا موجوده. كابتن اسماعيل يوسف موجود دلوقتي مسؤول عن الفريق. انا كنت هناك من يومين، شفت جمال حمزه، شفت حازم امام، شفت ميدو، كابتن اسماعيل موجود، كابتن عصام مرعي، كابتن عادل مامور، كل الناس موجوده الصبح. ولكن يعني اتمنى لما يحصل كده هتلاقي الكل تكتف والكل اتجمع عشان الامور بالنسبه لنا تروح في حته تانية. حلم تدريب الزمالك في دماغك يا كابتن طارق؟ طبعا
وخلي بالك انا من الناس اللي عشان تبقى عارفه يعني اتعرض عليا 100 مره اشتغل مدرب عام في نادي الزمالك ودي اللي عملت لي مشاكل مع اولادي يعني ان انا برفض ان انا معلش مع احترامي مع احترامي للجميع يعني انا نادي الزمالك اخدمه بس انا عندي طموح انا بطلع السلمه ما بنزلهاش انا لما دخلت منتخب مصر مع كابتن حسام البدري اول لقاء ليا بعد ما خرجت قلت ان شاء الله ان شاء الله في وقت قصير هبقى مدرب منتخب مصر ان شاء الله مدير فني منتخب مصر انا اشتغلت مع 3 مدربين كان ليا الشرف ان اشتغل معاهم كابتن طارق يحيى 7-8 سنين مرتين كابتن طارق يحيى احسن مدرب في مصر انتاج حربي اول سنه خامس مصر المقصه سنتين خامس اتظلمت لما خامس كنت مع وسادس. كابتن حسام البدري لا خالص في جهاز المنتخب لا خالص بالعكس شخصيه محترمه جدا انا بحبه جدا هو بيحبني جدا سألوا كابتن حسام على طارق مصطفى هيقولوا لكم طب ليه كان بيصدر انه في مشاكل ايام مش هو مع الجهاز لا مش هو امال ايه لا مش هو ممكن تسالوه مين لا مش لا انا بسال حضرتك ما انت كنت طرف وكنت في الجهاز لا مش كابتن حسام انا بقول لك كاعلام كان بيطلع قلت لي مش هو لا مش هو كابتن حسام طب مين لا ما الله اعلم مين انا بقول لك انت تسالين على كابتن حسام لا بتسالين على كابتن حسام نفسه بقول لك لا مش هو ممكن تساليه ليه لان هو انا لسه متكلمين من بعض من حوالي 10 ايام وهو بيكلمني على طول وبيبارك لي وانا في المغرب وانا بكلمه على طول خلي بالك بصي دايما دايما انا بقولها لك حتى اي حد هيخش المنتخب مصري هو هيتهاجم في الفتره دي عارفه مش هيتهاجم امتى مش هيتهاجم امتى لما الجمهور يخش الملعب طلبت انك تمشي ايامها لا طلع كلام انك كنت عايز تعتذر لا بالعكس عارف انا اعتذر امتى لو انا ماليش دور طب انا اقول لك حاجه بقى وانا قلتها قبل كده ومحدش مش حصر يعني لا قول لي حاجه ما اتقالتش قبل كده هقول لك ان طارق مصطفى بس اللي يعملها مع احترامي لكل المدربين ايه يا كابتن يا ما تخش منتخب مصر وليا الشرف ان انا اكون موجود في منتخب مصر واي حد ليه الشرف اكيد يا اما اول مقابله ليكي مع المدير الفني كابتن حسام البدري وتقولي له يا كابتن حسام انا الثاني بعد حضرتك انا المدرب العام بعد حضرتك حضرتك لو مش موجود انا اللي بقود حضرتك لو قاعد على الدكه انا الكرسي اللي جنبك حضرتك لو مش موجود في المؤتمر الصحفي انا اللي موجود صح لو واحد غيري مش هيقول كده واحد غيري هيقول لك ايه لا انا اخد المرتب انا اكل عيش انا ما اتكلمش مع كابتن حسام انا معليش دعوه انا امشي جنب الحيط لا انا من اول يوم قلت له عشان لما يجي يبقى عارف وهو وافق طبعا هو في ساعتها قال له طارق طبعا انت مدرب كبير واشتغلت بالك فتره بتشتغل ومنتخب مصر لعيب كبير في منتخب مصر وديت المنتخب وانت طبعا انت اللي موجود التاني بصراحه بامانه الله طب بس فكره انك تكون مدرب عام فكره مرفوضه في حاله وجود مدير فني مصري لكن ولا كمان في حاله وجود مدير فني اجنبي, أجنبي في الفكرتين اجنبي ما انا هقول لك حاجه انا مرفوضه في الحالتين يعني هقول لك حاجه كل المدربين الاجانب اللي جم اشتغلوا في مصر معظمهم انا لعبت الدوم خلي بالك بصي باكيتا انا اشتغلت معاه ولعبت ديدو كان ماسك اجادير الحمد لله وربنا كرمني كسبته 1-0 جريدو اللي كان ماسك النادي الاهلي لعبت معاه 3-4 مرات فوزي البنزيرت مع حفظ الالقاب كلهم كلهم مدربين كبار محمد فاخر الزاكي مدربين اجانب كتير جدا المدرب اللي كان ماسك النادي الاهلي بيلعب ضد النادي الاهلي ريدريك اللي هو ماسك الوداد اللي كان ماسك الوداد اللي هو دلوقتي موجود في تونس فاللي عايز اقوله لك ايه ان الحمد لله والشكر لله انا مدربين اجانب كتير جدا عشان كده يعني في اخبار ان يعني انك ممكن تمسك احد انديه المغرب الكبار احد الانديه لا الحمد لله انا كنت من ضمن الناس المرشحه ده شرف ليا بصي خلي بالك اصل الرجاء هناك والوداد والجيش الملكي وبركان والفتح الانديه هناك انديه كلها كبيره وانديه عندها جماهير والمغرب متطورين بشكل كبير جدا يعني شرف ليا ان انا اكون موجود في المغرب وفي بطوله زي المغرب موجود فيها فوزي الاشجع حاجه محترمه جدا حب الجماهير ليك اهو لا بالظبط ده لا هم كمان بص ده بينادولي كمان يعني الموضوع هناك الحمد لله اولمبيك اسفي بصراحه انا شفت حب واحترام في البلد غير طبيعي حسيت ان انا واحد من الناس واحد من اهلهم وهم بيعاملوني كده لدرجه ان انا قلت لك انا ما رضيتش اشتكي الفيفا ولا اتكلم ولا اشتكي حد ولا اتكلم على مستحقاتك المتاخره على مستحقات المتاخره حبا واحتراما للناس اللي بتحبني من قلبها يعني بس طب انا عارفه انك طبعا كنت مقرب قوي من الدوري المغربي ومحقق نجاحات زي ما احنا شايفين ودي فرصه اسالك عن رضا سليم المنضم حديثا او احدى صفقات النادي الاهلي المهمه جدا تقول لي ايه عن رضا سليم ازاي هيفيد النادي الاهلي بصي رضا سليم طبعا لعيب مميز
رضا سليم لعيب يملك من الامكانيات المختلفه عن لعيبه النادي الاهلي. اولا هو عنده عنصر السرعه. يعني لو اتلعبت له كوره في مساحه هيشتغل فيها بشكل كويس. المساحات الضيقه برضه. ودي مش موجوده في مش موجوده في لعيبه النادي الاهلي. لعيبه النادي الاهلي اللي موجود عبد القادر عايز الكوره في رجله. بيرستاو عايزها في رجله، حسين الشحات عايزها في رجله. هو لا، هو ممكن يروح من غير كوره. عنصر السرعه عنده سريع، يعني ممكن يشتغل في ظهر الباك على طول، ممكن يشتغل يعني يعمل مشاكل للخصم بشكل كبير. اعتقد ان مستر كوه هيوظفه توظيف الامثل، لان هو ميزته ناحيه اليمين وبيشتغل الكرات الثابته كويس. لعيب مؤدب، فرق كتير مع الجيش، يعني الجيش طبعا بنبارك لهم على البطوله، عندهم منظومه محترمه. الجيش الملكي من اول يوم بصراحه اشتغلوا واجتهدوا، عنده كان عندهم فرقه كويسه قوي. فلا عندهم اداره كويسه، شغل احتراف بشكل كبير جدا. رشحت لعيبه مغاربه للانضمام لنادي الزمالك؟ كنت بترشح اسماء للاداره؟ لا انا بصي انا ماليش دعوه بالقصه دي خالص. ليه بقى؟ انا ما تساليني زي ما حد يسالني اقول كذا 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 كذا. لما حد يسالني على لعيب بس كده شكلها ما اتسالتش. لا اتسالت بس مش في الفتره الاخيره، يعني مش وانا معلومك اسف، وانا مثلا في الدفاع اتسالت على ايفونا. يعني وانا في الدفاع لحسن الجديد ايفونا كان بيلعب في الوداد. الزمالك كان عايز يرجع؟ لا اتسالت الزمالك. وبعد بالزمالك اتسالت من الاهلي. يعني علاء ميهوب افتكر سالني. بعديها كمان وليد صلاح سالني. يعني في الاهلي سالوني. هقول لك حاجه، كابتن طارق العاشر في الاتحاد السكندري سالني على لعيب من حوالي شهر ونص. مين تاني يا طارق؟ بس غير كده حضرتك مش بتتطوع المصري. المصري سالوني على لعيب. لا بصي انا الحمد لله سام، انا دايما واضح وصريح. يعني ممكن تساليني على لعيب اقول اللعيب ده 1 2 3 امكانياته كذا كذا كذا، ينفعك او ما ينفعش، عنده كذا. انت بقى القرار بتاعك انت مش بتاعنا، يعني فاهمه. طيب. خاصه المغرب عندهم لعيبه كتير كويسه، يعني عندهم لعيبه. استاذن حضرتك في فاصل صغير جدا ونرجع تاني. اتفضل. في 3 دقايق ونص ندخل على فقرة 1 من 2 مع الكابتن طارق مصطفى النجم الكبير اللي مشرفنا في الكلاسيكو. بسرعة يا كابتن، جدا جدا ما تفكرش، هنعرض أسئلة وحضرتك هتجاوب باسم واحد، باسم واحد فقط. ماشي؟ اسم واحد؟ باسم واحد من اللي اتعرضوا على الشاشة. ماشي. يلا بينا. أفضل موهبة لعبت معاها حازم إمام ولا أحمد الكاس؟ هتعملوا لنا مشاكل؟ لا اختار اسم بس، أنت هتسافر مفيش مشاكل، أنت هترجع تاني المغرب. الاثنين والله الاثنين. مين يا كابتن؟ كبار. واحد بس. ممكن حازم لعبت أكتر مع كابتن حازم إمام. والله والكاس الاثنين بصراحة. السؤال الثاني حازم؟ حازم. حازم، السؤال الثاني. الأفضل لتدريب المنتخب مدرب وطني ولا مدرب أجنبي؟ لا الانجازات اتعملت مع الوطني، يعني انا طبعا مع الوطني بدليل. بدليل سريعا المغرب. الجزائر. تونس. مدرب وطني. مدرب وطني. طيب السؤال الثالث، افضل حارس مرمى في مصر محمد ولا احمد الشناوي؟ محمد الشناوي. محمد الشناوي افضل حارس مرمى في مصر. السؤال الرابع، مفيش رابع؟ طيب اخر سؤال من عندي، ازمه عمرو ورده ايه قصتها ايه مع الرجاء المغربي؟ الرجاء المغربي العالمي. العالمي. طبعا. نادي كبير الرجاء العالمي، وشرف لاي حد يبقى موجود على اكيد فكرة. مدرب او لاعب يعني. على فكره عمرو هي المشكله عنده هو، لان جات له فرصه من ده انه يبقى موجود في الرجاء. على فكره مش ده اول مره لاعب يروح الرجاء تحديدا نادي الرجاء وما يحصلش توفيق ويحصل ازمه من غير لازمه، لان قبل كده كان موجود عمرو زكي لو تفتكري، قعد شهر ومشي. بعد كده عمرو لو تفتكري مع نفس الرئيس بودريكا لو تفتكري، عمرو ب 2013 ودلوقتي عمرو برضه، الاثنين عمرو برضه. فبالتالي لا، هو عمرو المشكله عنده هو مش عند الرجاء، يعني المشكله انا سمعت ان امور صحيه الحاجات دي على فكره قبل ما بيتقال المفروض في كشف طبي، المفروض كل حاجه بتبقى واضحه، المفروض البنود تبقى واضحه. فلا الموضوع بالنسبه لي لو حصل اي مشكله هي عند عمرو يعني نفسه، لان انا اتعاملت هناك. يعني الكشف وعارف. الطبي هو اللي كان السبب في فسخ التعاقد معاه؟ ما اعتقدش، لان هو ما اعتقدش بس هم قالوا مشاكل صحيه وعدم الراحه.
صح بين الطرفين. الله اعلم، بس الموضوع ده بقاله اسبوع واتقال الكلام ده امبارح، فانا ما تابعتش، انما عشان اقول لك لا الرجاء او لا الموضوع مختلف، الموضوع مش عيب عند الرجاء يعني، ممكن يكون عند عمرو. اخر سؤال في 20 ثانيه وباسم واحد فقط، مين الاصلح لتدريب المنتخب الوطني بما انك يعني فضلت المدرب الوطني عن الاجنبي؟ مين امتى؟ دلوقتي لا ده. دلوقتي المدرب بصراحة ماشي كويس. لا لو احنا بنتكلم عن اسم مصري مين تختار؟ مين؟ طارق مصطفى. كابتن طارق مصطفى؟ لا مع احترامي يعني. اشكرك يا كابتن. والله نورتني النهارده. الله يخليك، انا اللي سعيد معاكي والله. أشكرك. وبشكر كل الضيوف واتمنى الحلقة تكون عجبت الناس. شكرا جزيلا يعني. شكرا ليك يا سيدي. اكيد شكرا جزيلا. شكرا. بكرة لقاءنا في الكلاسيكو الساعة 11. اصبحوا على خير.